حرفيا يا صاحبي انا من النوع اللي مستحيل ينام بسرعه. ممكن عقلي يعمل اي حاجه غير انه ينام زي بقيه البشر، يفكرني بحاجات حصلت من 10 سنين، افضل اسال نفسي اسئله مش منطقيه. لكن انام لا يا ابني، عايز انام والله. ما انت نايم جاوبني على الاسئله دي الاول. ما نامش بقى غير امتى يا صاحبي؟ وانا مثلا بتصفح الفيسبوك، بشوف فيديوهات على اليوتيوب، تلاقيني بقى وقتها نمت على نفسي. لحد بقى من كام يوم جربت تطبيق او تطبيقين حرفيا بيخلوا اعصابي كده ريلاكس هادي لحد ما انام على نفسي. التطبيقين متاكد اللي هم يعجبوك، بس اللي نبدا الفيديو عايزين ننزل تحت صاحبي كالعاده لايك للفيديو، شير مع اصحابك عشان بيدعمنا جدا، وبس كده يلا بينا على الفيديو. بص يا صاحبي، التطبيقين اللي هنشرحهم حرفيا بيدوك اصوات كده من الطبيعه، اي صوت يخطر في بالك التطبيقين دول بيدوهم لك. صوت نار، صوت مطر، صوت حيوانات من الغابه زي مثلا البومه، صرصار الغابه، فبيفضل يعمل صوت كده ايه مريح للاعصاب، صوت عصافير، اصوات من الطبيعه بتريح اعصابك بطريقه جميله قوي. ممكن يجيب لك صوت مثلا شاطئ، اي صوت ممكن تخيله في دماغك التطبيق ده هتلاقيه فيه. وكمان تقدر تدمج الاصوات دي مع بعض، مثلا صوت النار مع صوت المطر، والنار كده بتيجي بشكل كده جميل، اللي هو مثلا ايه كانك مولع حطب وبيطلع صوت كده ايه نار مع حطب، جميل قوي مريح للاعصاب. عشان تحمل اول تطبيق هتدخل على جوجل بلاي وتحمل تطبيق سليبو. تطبيق يا صاحبي محمله اكتر من 5 مليون شخص وحجمه 40 ميجا، بمجرد تثبيته بتضغط فتح فهيظهر لك بالواجهه دي. هتضغط على السهم الصغير اللي تحت ده، تضغط عليه كمان مره، وبعدين يا صاحبي هتضغط فوق على الاكس فبيظهر لك التطبيق بالواجهه اللذيذه دي. وهنا بقى يا ابو الصحاب بتلاقي اصوات امطار ومياه، طبيعه وغابات، مدينه ومنازل، اصوات استرخاء. وليكن مثلا هنجرب صوت المطره او صوت القطره دي جاية من الحنفية كده. ممكن انك مثلا تضيف صوت المطرة مع البرق زي ما انت سامع كده، جو بيهدي الاعصاب. نجرب مثلا طبيعة وغابات ونختار منها مثلا صوت الغابات دي، صوت كده مريح نفسي او جميل قوي. ممكن نجرب مثلا صوت العصافير، اصوات هاديه قوي. ممكن تجرب بقى صوت الحطب زي ما قلت لك كده، ايه كانك مجمع شويه حطب كده مع بعض وبتولع فيهم، والصوت ده اللي بيطلع لك صوت هادي وجميل. ممكن تجرب صوت صرصار الغابه اللي هو ده، اي صوت تخيله هتلاقيه في التطبيق ده، بيديك اصوات بتخليك ريلاكس. وزي ما قلنا ممكن تضيف صوت المطره مع صوت الغابات، ممكن تضيف كذا صوت مع بعض. وهنا بقى ميزه حلوه انك مثلا تقدر تعلي صوت المطر او توطيه، تعلي مثلا صوت العصافير. وليكن مثلا هنجرب صوت المطر وهنضغط على السهم ده، وهتقدر انك تعليه او توطيه من السهم ده. وليكن مثلا هنوطيه شويه ونشغل معاه صوت النار مثلا، ونعلي صوت النار شويه، كانك مثلا قاعد في مخيم والدنيا بتمطر ومشغل كده نار عشان تدفي نفسك. فطبعا تقدر تدمج اصوات كتيره، صوت مدينه، صوت قطر. لكن يجي هنا بقى سؤال ذكي قوي، ازاي الحاجات دي تطفي بعد ما ننام؟ التطبيق طبعا بيوفر لك الميزه دي عن طريق انك بتضغط على السهم، وهتلاقي هنا تايمر او ساعه بتضغط عليها وتحدد الوقت اللي هو عايزه ينتهي، بعد 5 دقائق 10 دقائق، او تضغط على مده مخصصه وتعين الوقت اللي انت عايزه، وليكن ساعه ساعتين اي وقت انت عايزه عشان تنام وتحس بالجو اللي انت عملته ده، وهتلاقي من تلقاء نفسه بينطفي. كمان في ميزه جميله انك ممكن تشغل الحاجات دي وتطلع من التطبيق عادي وتفضل شغاله في خلفيه الهاتف، وبمجرد ما تنزل شريط الاشعارات وتضغط عليها تقدر تطلع من التطبيق او توقفه. وكمان ميزه حلوه قوي لو ضغطنا هنا على المفضله بتلاقي التطبيق بيديك مجموعه من الاصوات اللي هو مجمعها لك من تلقاء نفسه، مثلا امطار مع بيانو بالشكل ده، او امطار في الغابات، او تخييم شتوي. بتلاقي بيديك مجموعه من الاصوات هو اللي عاملها لك من تلقاء نفسه. طيب عرفنا التطبيق الاول، التطبيق الثاني بيفرق ايه عن ده؟ بيديك شويه مميزات هنعرفها دلوقتي، هي عجبتني قوي عن التطبيق ده. لكن التطبيقين انا حبيتهم قوي وهقول لك ليه دلوقتي. اول حاجه هتروح تحمل التطبيق، هتلاقي ده اسمه في جوجل بلاي ومحمله برده 5 مليون شخص وحجمه 40 ميجا. بمجرد ما تثبته تضغط فتح، وبعدين يا صاحبي هتضغط نيكست وتضغط على زرار الرجوع عشان تطلع من الواجهه دي، فهيظهر لك بالواجهه دي. هتضغط على تاني زر من تحت ده يا صاحبي عشان تظهر لك اصوات الحيوانات، اصوات الطبيعه، جميع الاصوات
اللي شفتها في التطبيق التاني هتلاقيها هنا وزيادة حاجات بسيطة. لكن المميز في التطبيق ده انك لو ضغطت هنا على الزر ده هتلاقي التطبيق بيديك اصوات كتيرة من عنده هو اللي مصممها لك زي التطبيق التاني. لكن التطبيق ده بيديك ميزة حلوة، وهي مثلا لو ضغطنا على اي صوت من الاصوات دي، ولكن مثلا صوت الغابة، في صوت كلب بره قريب، ده مش من الطبيعة على فكرة، صوت الكلب ده حيوان، تعال اشرح مكاني، وليكن مثلا صوت الليل ده. المميز هنا بالصحاب انك بتقدر تعدل على اصوات اللي التطبيق مديها لك، ودي ميزه مش موجوده في التطبيق التاني. يعني مثلا انت ممكن تضغط هنا وتوطي صوت البومه، تعلي صوت البومه، تعلي صوت النار توطيها، توطي صوت الليل تعليه. وكمان لو ضغطنا على الزائد هنا ممكن تضيف اصوات تانيه، وليكن مثلا صوت شط، صوت حيوان تاني انت بتحبه، وطبعا ميزة الوقت اللي هو تخليه ينتهي في الوقت اللي انت عايزه. وطبعا دي ميزة مش موجودة في مجموعة الأصوات اللي بيديها لك التطبيق التاني. فدول تطبيقين النهاردة يا صاحبي، متأكد اللي هما هيريحوا أعصابك ويخلوك ريلاكس. الرابط هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. وانت نازل يا صاحبي اكتب لي في التعليقات ايه أكتر تطبيق عجبك، وعايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. متنساش اكتب لي تعليق حلو، شير مع أصحابك الفيديو إذا عجبك، ولايك للفيديو. وبس كده، أشوفكوا الفيديو الجاي، والسلام عليكم. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you?